دار وهذا شوف هذه مدينتكم الثانيه مرحبا بكم والله العظيم لا اقسم لك بالله فرحنا ملي قال لي انا ما نقدرش في الماتش ديالكم مع الكوكب كنتمنى بانكم تربحوا لان هذيك مدينه كلينا وشربنا فيها وخدمنا فيها وبدينا فيها الديبار ديالنا كان فيها ايام ملي بدينا كنديروا ليكسبور بدينا بوزور مشيت برجلي تما تقريبا شي عام كبر بك يعني شرف لينا كبير انكم جيتوا عندنا اليوم الاسفي والحمد لله غيجي غدا ان شاء الله تكون واحد المقابله يكون واحد العرس كروي كروي ان شاء الله ان شاء الله اللي في جوج المدن اللي هما خوت ونتمناو ان شاء الله تكون ما بيناتنا واحد العلاقه اللي هي مستمره ان شاء الله ما بين الفريقين ان شاء الله من القدام وحنا راه الاشاره في نادي اولمبيك اسفي راه الاشاره في اي حاجه وقت ما احتاجيتونا راه حنا موجودين يمكننا ندعموا باللعابه خصكم شي حاجه نعطوها لكم حاجه تفضلوا لنا مرحبا مرحبا ما فهمتش شكرا كذلك حنا السيد الرئيس بسميت يعني مدينه بوجدور بسميت فريق شباب جنوب كره القدم بوجدور كنقول لكم مرحبا بكم سهلا كذلك في بوجدور ومرحبا بنا عندكم هنا في اسفي اللي كنعتبروا جزء منا لان الجزء الساكنه ديال مدينه بوجدور هي من الاصول ديالها من اسفي وكنعرفوا تعاملنا مع الحمد لله في قطاع الصيد البحري بحكم الاشتغال ديالي كرئيس مسرحيه ديال الصيد البحري واليوم احنا مباراه كره القدم ما هي الا نقطه ان شاء الله من الاهداف اللي غتجي في القادم ان شاء الله نحاولوا نتلاقاو فيها كاملين حيت انتم عندكم هدف والحمد لله يعني الرتبه ديالكم المشرفه داخل البطوله الاحترافيه دي واحد اللي ماشي ساهلاش مع فرق اللي عندها تاريخ وعندها باع يعني انا كنشيد بالدور اللي كتلعبوه السيد الرئيس والدور اللي كيلعبوا كذلك حتى الاعلام الرياضي اللي عنده واحد الدور مهم كبير في التصويب ديالنا والتقويم ديالنا كذلك احنا مستعدين نتعاونوا معكم في اي صغيره واي كبيره والتواجد ديالنا اليوم باش نلعبوا سدس عشر كاس العرش ما جاش عن عبت جنب بعد واحد الاشتغال كبير كنشتغلوا به وانت السيد الرئيس راك تكلمت قلت يمكننا نتلاقاو فيما يخص التعاون باللاعبين احنا يمكننا نديروا هالشيء نحاولوا نترجموا على ارض الواقع بخلق واحد الاتفاقيه او شراكه مع نادي اولمبيك اسفي اللي هو نادي كيلعب في البطوله الاحترافيه وحنا راه اشارتكم ماشي حتى في العمل القاعدي لان العمل القاعدي هو اساس اي نادي رياضي خاصو يعمل عليه وحنا الحمد لله منين جابتنا القرعه معكم احنا رضات الوالدين جابتنا مع اولمبيك اسفي اللي عارفينهم ناس ديال الخير ناس ديال الكرم حنا فرحنا والله الا فرحنا ملي جات القرعه ديال ديال الناس ديال مدينه بوزدور ان شاء الله غيشرفونا بالفريق ديالهم بالمكونات ديالهم بالجمهور ديالهم تما حنا بوزدور اولا تنقولوا راه اغلبيه ديال الناس البحاره والتجار والمجهزين اغلبيتهم كيتواجدوا بمدينه بوزدور لان ملي كتدخل ما كتبقاش كتفرق لا بين ود بوزدور لا ود اسي كلشي تخالطوا وتزاوجوا بيناتهم بزاف الحوايج دونك حنا بوزدور عندنا بالنسبه لنا حنا مدينه غاليه عندنا خصوصا مدينه اسفي نكون لها الاحترام والتقدير والناس ديالها كاملين والحمد لله جميع الاقاليم الصحراويه راه في القلب وخوتنا مغاربه 100% وحنا معاهم يعني الناس في المستوى مشينا تما دوز تقريبا شي عامين تم رحمنا زياد خير الناس ديال العطاء الناس اللي الحمد لله كيامنوا بالوطنيه كيامنوا بانهم كتشرق لنا الوحده الترابيه وان احنا مغاربه كلنا ونتمنى ان شاء الله حتى الفريق ديالنا اللي هو الفريق الثاني ديالنا ديال بوزور انه تو ان شاء الله يكون ان شاء الله في انه يتنقل للهوات ممتاز ثم يمشي للقسم الوطني الثاني ولما ما تكونش واحد النادي اللي يكون من القسم الوطني الاول يكون في الجنوب لان افتقدنا ان حتى البطوله انها تنشط في الجنوب
لا دابا الحديقه ما كايناش شي فريق الا كنوصلوا لاكادير وكنحبسوا. دونك حنا بغينا تكون عندنا فرقه في العيون، فرقه في بوجدور، يعني دونك خصها حتى المسؤولين كاملين انهم يضافروا الجهود ووقفوا وحاولوا يعطونا جوج فراقي من الجنوب، على الاقل يعطونا واحده في العيون واحده في بوجدور او واحده في الداخله. يعني دونك هادو اللي مدن اللي هما مدن عريقه، مدن كبيره اللي عندها واحد الدور كبير على الصعيد الوطني، خص ضروري يكون عندنا واحد دوز ايكيب من تما باش تكون البطوله الوطنيه من القسم الوطني الاول تكون بطوله شامله على التراب، شامله على جميع التراب ان شاء الله ديال الوطن. نبلغك سلام ديال ساكنه اقليم بوجدور، كتبلغ ساكنه كتكلم بسميت الساكنه، كتبلغ سلام على ساكنه اسفي هذه المدينه المجاهده. ومباراه كره القدم ان شاء الله كما شرت سابقا هي مباراه كره القدم وغتمر به اللي غتمر به، ولكن تاكد على اساس انه ان شاء الله قادم الايام غادي يكون بيناتنا مجموعه من اللقاءات اللي في الحقيقه كتشرف ماشي غير كره القدم الوطنيه بل كتشرف الباع ديالكم في التسيير وكذا، راه كنشوفوه وكنتبعوه سواء في المواقع او مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجرائد، وحنا كنشدوا على ايديكم بالعمل الجبار اللي كتقوموا به داخل اولمبيك اسفي. والخير الدليل على ذلك هو تواجدكم في المراتب المشرفه اللي هي في البطوله الاحترافيه واحد، راه ماشي سهله، راه بعد عمل جاد وعمل شاق. ونبغيك تحيي اللاعبين والاطر التقنيه والاداريه والطبيه المجهودات اللي كتقوم بها، وباسمي واسم جميع مكونات الفريق بغينا نقدموا لك واحد الهديه بسيطه من يعني هي هديه بسيطه كتخص الاقاليم الجنوبيه والاقاليم الصحراويه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.